بسم الله. افطار بلدي في منتجع ريف جبل دكا. كرمك الله يا ابو فارس. اسلم واجهتوا يا شباب. حييهم، شرفتوني ونورتوني ودخلتوا السرور في قلوبنا. الله يحييك وكل عام وانتم بخير. جولة سياحية في غابات جبل دكة مع المرشد السياحي الأستاذ عبد الجليل العقاد. ما شاء الله تبارك الله. مستورين هنا طبعا هذا اللوجو حق المزرعه والعنوان والعناوين حقتها الثابته هذه. التطور الحمد لله والطرق والكهرباء وهذا اصبح الان زراعه الجميل الورد والفواكه الموسميه كلهم من المدينه. الزائر يأتي إلى المزرعة هنا ويأخذ البوكس حقه يقطف من الورد، هو يشارك في قطف الورد، قطاف الورد طبعا يعني بسعر رمزي، قطاف الورد يتم قطف الورد وأخذ صور تذكارية مع الورد. ممتاز. يتم رجوعه لهذا نفس الموقع هذا ويتم احتفاظه بالبوكس حقه. يا سلام. ويتم تصويره. جزاك الله خير. مع رش الورد على منصة رئيسية للورد وممر، وبإمكانه أي شخص مثلا يجي طبعا يكون مدفوع، هو يعني طازج الورد طازج يعني فريش يعني الصباح الباكر يعني من الساعة 6 صباحا يتم مروره هنا وأخذ الصورة التذكارية ويتم دفنه في الورد هنا. أنت مثلا بتشارك بس ما تبغى لا رش ولا شيء، بتشارك هذا ب 15 ريال. 15 ريال. لا بلاش. يشارك مع رش الممر مع الجلوس هنا ودفنه بالورد هذا ب 40 ريال. الورد او نبتة الورد او شتلة الورد تقلم كل سنة، نهاية كل سنة ميلادية نبدأ من يوم 25 12 ميلادي يبدأ التقليم، بعدها يتم النظافة التنظيف العزق والتنظيف والتسميد، وبعدين يبدأ الري. الري طبعا بحساب يعني بعملية موزونة، إذا زادت كمية الموية زاد الجانب الخضري أو الأغصان المتعدية ويقل الجانب الإزهار فيها. الآن زي كذا هذه تعتبر يعني 100% جانب الإزهار فيها لأنه أكثر من الجانب الخضري، يكون الجانب الخضري في الأسفل والأزهار في الأعلى. وادي كامل وادي كامل وادي بيضاء كلها. نعم. هذا اللبس التقليدي لقبيلة هذي، هذا الثوب إخواني على حد علمي إني لا يملكه بلا فخر إلا أنا. ما شاء الله مبروك والله. نعم. معتزم الثقافة والتراث. نعم. يمكن ما غسلت إلا ثلاث مرات،
هذا الثوب يسمونه ثوب ابو حلقين. كيف ابو حلقين؟ هذا يخيط يدويا تستغرق خياطته وحياكته على يد المرأة الماهرة في الحياكة وفي الخياطة لسنة إلى سنة ونص بالقصب الحر الحر. تخيط لك هذه اليدين يسمونها حدى، وتخيط لك هذه الحلق من هنا والحلق من هنا، وتخيط لك هذه المربعات اللي هنا. طبعا يا إخواني ما تخيط لأي واحد، نعم، ويخاط بحب ما شاء الله. يعني ما تخيطك إلا أنت، معناته رجل لك قيمة في القبيلة، ما شاء الله، رجل فارس. ونعم يعني طبعا له تكميل يا إخواني كثيرة. طبعا هذا الحزام القديم، الحزام القديم اللي هو الحزام الرصاص، اللي هو رصاص خمس، لكن له تكميلة كثيرة اللي هي فيها النساء وفيها البنجول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا رب بارك لهم يا الله. اي والله الله يبارك لهم يا رب. واحده واحده اسمع الكلام. الله تبارك الله. سلام يا ولد. سلام يا سلام يا سلام. سلام يا وردة براشد. عافية يعطيك العافية. معيش طقطق اللي طاح. شوف الآن، شوف الآن يا جماعة الخير، ها شوف الآن هذا هو الورد اللي هذا. هذه أنا بقول لكم أولي لا تلقطون هناك بوشة لغرض يعني ما بعرف. لا. لا. الجودة الجودة هنا غير. شكرا 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 مزرعة البيضاء للورد الطائفي.